السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. بدأ الأتراك صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في واحد من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد أمام النابخين في الانتخابات العامة بتايلاند، حيث من المرجح أن تتمكن المعارضة من إنزال الهزيمة بحكومة برايوت تشاتشان المدعومة من الجيش. نزح نحو 100,000 شخص بسبب فيضان نهر شيبل وسط الصومال نتيجة الأمطار الغزيرة، وفق ما قاله مسؤول إقليمي لوكالة الصحافة الفرنسية السبت. وأجبر سكان بلدة بيلدوفين في منطقة حيران على مغادرة منازلهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتباع منسوب المياه بشكل حاد، وحملوا أغراضهم فوق رؤوسهم أثناء سيرهم في الشوارع المغمورة بالمياه بحثا عن ملجأ. عبرت روسيا السبت عن رفضها التام للاتهامات، ووجه زعيم المعارضة التركية كمال كولجدار أوغلو إلى موسكو بدعوى أنها تدخلت في الانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا الأحد. حضر راعي المؤتمر الوطني وعضو البرلمان الدكتور فاروق عبد الله حفلا خاصا في قرية داخل منطقة بولواما اليوم، وشارك في الفعالية مصطفى كمال عضو مجلس النواب حسين المسعودي والأمين العام علي محمد صقر ورئيس منطقة المؤتمر الوطني بولواما غلام محي الدين مير. وفي حديثه بهذه المناسبة قال الدكتور فاروق عبد الله إن انتخابات مجلس كرناطك أثبتت أن البلاد لا تريد قتالا بين الأديان، وهذا النصر لمحبوط. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.